نطبق مسائل قلنا ان هنخلي التطبيق ده بعد الميد ترم، بما ان الميد ترم اصلا مش جاي فيه الاستو ميكسنج يعني. تمام كده؟ تماما. طيب انا ثواني بس هعمل شير للملف، معلش ثواني. باشمهندس ما تبعت الملف يا باشمهندس عشان نتابع معاك. ما هو الملف عندكم، هو الملف مش عندكم يا شباب؟ لا مش معانا. لو انت بعته للسيد سيد انتخاز ما بعتهولناش، هو ماينص سيد. لا سيد ياخد ماينص 5 كده ازاي؟ ثانيه واحده ودقيقه واحده بس يا باشمهندس عقبال ما نطبعه، بس دقيقه واحده. طيب ماشي حاضر. قال ان الملف ده شو هو يا باشمهندس بتاع السكشن اللي قبل اللي هو المفروض هو الاستو ميكسنج تانك. يعني انا بس شيء الملف اللي معاكم. طب هو يا رجاله ولا ايه؟ لا تمام تمام السيد ماشي يا رجال مع بعض بقى كده نشوف ال بس انا عايز اعمل شير ثواني. طب يا شباب طيب خلينا كده نتكلم عن السكشن تاني، نفتكر مع بعض احنا يعني زي دردشه كده سريعه لحد ما الناس تفتح الملف معاها. يعني دلوقتي احنا كنا قلنا ان احنا في المرحله الثانيه في الترصيب الكيميائي اللي هو ايه؟ اللي هو عشان احنا رحنا خدنا ميه من الترعه لان الترصيب الطبيعي سيء جدا نتيجه كذا عيب، الزمن الطويل وانما صعب ان نتخلص من كل العوالق والكلام ده كله. لجأنا لحاجه تانية، اسلوب تاني اسمه الترصيب الكيميائي. الترصيب الكيميائي ده قلنا كل فكرته ان احنا لما درسنا المواد العالقه اللي في الميه لقيناها سلت وكلي او طين وطمي ذات شحنات سالبه، طب ايه اللي يحصل لو انا ضفت ماده ذات ايونات موجبه، ماده مخالفه يعني زي الشابه، ماده مروبه زي الشابه، وكان معايا كذا حاجه تانية كده حتى احنا قلناها في الورق في النظري. تمام؟ وعملنا ثلاث مراحل. اول مرحله تقليب سريع في رابيد ميكسنج تانك وقلم سوليوشن تانك، عارف نصمم الاثنين عشان تعمل انتشار للشابه جوه السائل او جوه الميه يعني. ثاني مرحله، مرحله الفلاكوليشن اللي هي بعنوان الشيت، صح كده؟ اللي هي هنعملها في خزان التقليب البطيء السلو ميكسنج تانك، اللي بالمناسبه منه نوعين، ممكن يتم بشكل ميكانيكال او هيدروليك زي ما هنشوف السكشن الجاي اللي احنا عايزين نحدده مع بعض كسكشن اضافي الاسبوع ده برضه اخر السكشن بقى. تمام كده يا رجاله؟ طيب الفلاكوليشن دي مرحله هيحصل فيها تقليب بطيء بحيث ان انا اعمل استمرار للتجاذب ما بين الشحنات الموجبه اللي انا ضفتها، الماده اللي انا ضفتها يعني، والشحنات السالبه اللي هي المواد العالقه اللي موجوده في قلب الميه عشان تكون لي ندف او فلكس وهي عباره عن جزيئات متعادله. طيب الخزان الميكانيكي بالشكل اللي قدامنا ده، احنا قلنا بس ساعتها ان كل مساله هتيجي ليها رسمتها، فطالما المساله هتيجي مرسومه لازم نركز كده في الرسمه علشان نحدد ايه اللي موجود على الرسم وراجل ما تداونيش في المساله. زي المثال اللي في رقم 4 اللي قدامك ده، قبل ما نشوف هو بيتكلم في ايه ونحله، المثال ده خزان شكله مستطيل، راسم لي قطاع الاليفيجن والبلان بتاعه، مفهوم يا شباب؟ المر نعم ايه اللي بالشاشه عشان نشوف كويس؟ بس طب ثانية واحدة يا شباب. واضح يا شباب كده؟ مفهوم يا شباب؟ واضح الناس، واضح قدامها الصورة؟ أيوه. كلام جميل. زي المثال اللي قدامنا ده، ده مثال رسم لي فيه خزان قطاع اليفيجن وقطاع بلان لي، الماء بتخش من على الشمال تطلع من على اليمين، بتتقلب بكم مرحله؟ ثلاث مراحل. قلنا ان من اهم الاسئله اللي لازم نحددها مع بعض قبل ما تحط ايدك وتضرب مفك في المساله او قلم في المساله، تحدد الخزان بتاعك ده كم مرحله. فعرفنا ان هو ثلاث مراحل، والراجل كتر خيره كاتب لي على الرسم جي 1 و2 و3 تمام، وعرفنا لما يديني جي 1 بس اتصرف ازاي، صح ولا لا؟ افتح المايكات وجاوبوني. يعني لو اداني في المساله دي جي افريج بس اعمل ايه؟ ازود 10 ايوه، اعتبر ان الجي افريج دي بتساوي جي 2 او الجزء الاوسط، وازود 10 جهه المدخل لان دايما جهه المدخل هي الزياده،
هي اللي جي الجي فيها اكبر، لان الميه اصلا جايه لي منين؟ من رابد ميكسنج تانك، من سرعات عاليه، فاكيد الجي عند المدخل اعلى بالعقل يعني. تمام، ونقص 10 جهه المخرج، او ازود 5 ونقص 5. تمام. طيب في المساله دي الداتا بتاعتها لما تيجي تقعد تقراها، الارقام الارقام الارقام، تبص ما تلاقيش اداك اي ابعاد، انما على الرسم اداني ايه يا شباب؟ اداني ابعاد، صح ولا لا؟ مديني ايه في الابعاد؟ دي العمق. الله يفتح عليك. طيب تعال نفتح المساله. طب دي حاجه، او قبل ما نحل المساله دي، وكنت اقول لك تعال نفتح المساله دي ونحلها. الحاجه الثانيه، يبقى اول حاجه انا بحدد الداتا اللي موجوده على الرسم زي الجهات زي الابعاد. تمام كده. الحاجه الثانيه ان انت تحدد كم مرحله، او لو اعتبرتها ان انت حددت الجهات في المرحله الاولى خلاص، او في الخطوه الاولى خلاص. الحاجه الثانيه اللي محتاجك تحددها، مين الثابت ومين اللي متغير؟ فاكرين الحته دي ولا مش فاكرينها؟ مش فاكرينها يا باشمهندس. اللي هو نفتكرها 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 عادي عادي. بصوا يا رجاله، بصوا يا شباب، كنا قلنا ان مسائل السلو ميكسنج تانك منها نوعين. انا كتبت الكلام ده، انا فاكر، اما ان الزد تكون ثابته ومعطى بايه؟ بالمساله. يعني اذا الفي ترو والسرعه النسبيه والاوميجا مالهم؟ الناس معايا ولا يا شباب؟ متغيرين او متغير. طب معنى ان الزد ثابته يعني مين ثابت برضه؟ يعني ايه ده بدال ملا؟ ثابته معايا. هي الشاشه معاكم بتتحرك ولا الشاشه ثابته؟ يعني لا بس متاخره شويه. طب معلش، طب هي كده بانت يعني قدامكم الاريا بدال ثابته؟ واضحه. طب كلام جميل. يعني لو هنرسم برضه مثال اللي انت بتقوله ده يا باشمهندس، ادي خزان في ثلاث بدلات، افهم من كده ايه؟ جي واحد اكبر من جي اتنين، اكبر من جي تلاتة. الخزان ظهر قدامكم ولا لسه؟ تمام، ظاهر يا باشمهندس، ظاهر يا باشمهندس. ومعنى كده ان البي واحد الباور في الجزء الاولاني اكبر من البي اتنين، اكبر من مين؟ من بي تلاتة. تلاتة، كلام جميل. معنى كده ارجع بقى للمساله، الزد ثابته والفيهات هي اللي بتتغير. ها، يبقى مين برضو اكبر من مين؟ اكبر من مين؟ يو للبي واحد اكبر من يو بي تي اتنين. ايوه. ها، الناس تفتح المايكات وتجاوبني. يا الميو هي الاوميجا يعني؟ مش ميو اللي هي الاوميجا، فيش ميو. الميو دي اللي زوجة. ما انا استغربت، هي اوميجا بقى، اوميجا واحد اكبر من اوميجا اتنين وكده. بالظبط بالظبط. ها، واضح يا شباب ولا ايه؟ تمام يا هندسه. ها، قدامكم الكلام واضح؟ ايوه. ولا الكلام لسه بيوصل؟ يعني طب انا الرصه اللي رصيتها قدامك دي على الشاشه دي نتيجه ايه؟ ها، جاوبني. نتيجه ان الدكتور في المساله اداني ان الزد برقم او برقم ثابت، صح ولا لا؟ مظبوط. دي الحاله الاولانيه. الحاله الثانيه، ها، ان يديني السرعه الفي ترو او الاوميجا او الفي بي مالهم؟ دراني بوستي يديك ان السرعه الحقيقيه في ترو او الاوميجا، مش ميو، الاوميجا او الفي بدال النسبيه ثابتين. فيبقى اذا الزد مالها؟ الزد متغيره. الزد متغيره. الله يفتح عليك. الشاشه باينه قدامكم ولا الشاشه بتتاخر؟ واحدة واحدة كده هي ظهرت. كلام جميل. طب نفس المثال السابق، لو انا عندي بدلين، ها، تفهم من كده ايه؟ طبعا المسألة تيجي اتنين او تلاتة او اربعة او واحد زي ما تيجي، كده كده متفقين ان كل مسألة ولها رسمتها. لو انا عندي خزان ببدلين، افهم من كده ان جي واحد مليني، ها، اكبر من جي اتنين.
ايوه كمل بص. والبي واحد اكبر من بي 2 والاوميجا واحد اكبر من اوميجا 2 والزد واحد. لا 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 اوميجا ليه بقى؟ ده الاوميجا قايلين ممكن يداني رقم ثابت او الفي او الفي ترو. الزد معايا اكبر من الزد الثاني صح كده؟ تمام. يبقى انت مطلوب منك قبل ما تضرب مفك في المساله وتحلها تحدد الحاجتين دول، مين اللي ثابت يا عم الحاج ومين اللي متغير، عشان تبقى الامور واضحه. ها تمام. واضحه ولا فيها مشكله؟ طيب نرجع للمساله. ارجع بقى للمساله اللي هي معاك رقم 4. يا ريت الناس تبقى معاها ورقه وقلم وتكتب على جنب كان احنا في امتحان، يعني كان طالما مش شايفين بعض كانك في امتحان. عندك خمس سطور ولا رصة من ارقام كتير من كلام كتير. انا عايز اختصر الخمس سطور دول لخمس ارقام ولا الثلاث ارقام. ها اول حاجه ذا فلاكيوليتور ووز ديزايند تو تريت كام 10000 متر مكعب بردي. الجمله دي لحد هنا اوف ووتر از شون ان ذا فولوينج فيجر لحد اللي هنا ده ايه؟ تكتب ان من السطر الكبير ده الكيوب كام؟ الكيوب ديزاين ب 10000. الله يفتح عليك. قال لي ان الكلام ده ويز مين فيلوسيتي جريدينت. مين يعني متوسط؟ مين هنا يعني متوسط معايا كده؟ هي كانجليزي اصلا مين يعني متوسط؟ يعني حد عنده مشكله اصلا في دي؟ لا دي تمام. لا تمام. المين فيلوسيتي جريدينت 30 سكند اس ماينس 1، يعني جي افريج بكام؟ ب 30. انا لو مكانك بقى ابدا انزل. الله جي افريج هو هنا هيلعب معايا اللعبه بتاعت ان انا ازود ونقص. طب اما انزل كده المح وعامل ايه تحت؟ اه لقيت الراجل كتر الف خيره ريحني، يعني عايز يقول لي ان جي 2 هي اللي ب 30 وازود لجي 1 ونقص لجي 3. مظبوط. تمام واضح. طيب يبقى انا عندي كده تاني حاجه هكتبها في كراسه الاجابه لو انا منك. جي 1 ب 40، جي 2 ب 30، جي مش عارف 3 ب 20. ها طيب قال لي بعد كده ان الريتنشن تايم 30 منت، هتكتب ايه؟ التي بتساوي كام؟ 30 في 60 بقى يبقى 30 منت. طيب قال لي ان البدال ارينجد فيرتيكالي، خلاص يعني بيقول لك ان البدالات زي ما انت شايفها قدامك واقفه بشكل رأسي ما تهمنيش. ويز بليد ويتس، الناس تركز معايا واللي ليه سؤال معلش ياجله لحظه. ويز بليد ويتس اوف 20 سنتي يعني ايه؟ حد يقول لي يعني ايه الجمله دي؟ الزد 20 سنتي. الزد الله يفتح عليك. افتكر معايا يا باشمهندس ان احنا اتفقنا على حاجات كده مع بعض. قلنا ان كلمه فلاكيوليتور هي سلو ميكسنج تانك هي يونت صح كده؟ هي جنت الميكسنج ايه؟ الكلام ظهر قدامك ولا لا؟ اتاخر شويه بس انا في عند الفلاكوليتور لسه. طب كده واضح الكلام يا شباب؟ هو واقف عندي مش حاجة ظهرت غير فلاكتور فلاكوليتور بس. طيب انا كنت كاتب لك ان او كاتب لك دلوقتي يعني كلمة فلاكوليتور في السؤال هي كأنه يقول لك سلو ميكسنج تانك، هي كأنه يقول لك يونت، هي يقول لك جنتل ميكسنج تانك. الاربع كلمات دول يعني خزان تقليب بطيء. مكتوبين في الورقة يا باشمهندس. تمام موجودة في الورق. طب كلام جميل. كلمة بليد هي بدال هي ميكسر. الشاشة كمان ظهرت قدامكم أعتقد دلوقتي. تمام ركز معايا في الكلمات دي. طيب ارجع بقى معايا للسؤال. بيقول لي هنا البليد ويتس ب 20 سنتي. أنا لو مكانك في الامتحان أحط خط وأقعد أكحت كده في الورقة خط تقيل جدا تحت كلمة 20 سنتي وكلمة بليد ويتس دي وأكتب فوقها بالقلم كده عشان ما أنساش وأنا بحل إن الزد بتساوي 20 سنتي وأكمل أقول إن الزد هنا ثابتة في المسألة دي ويبقى المتغير الأوميجا والفيهات. تبقى أنت كده راجل برنس يعني. واضح ولا إيه؟ تمام يا هندسة.
طيب قال لي ان الدنسيتي ب 999 ماشي، قال لي ان الفيسكوستي او اللزوجه بكام برقم برضو ما لكش ما تشغلش بالك بيه ولا تشغل بالك بتحويلاته. طيب طالب مننا اربع حاجات في المساله دي او خمس حاجات، الجي تي فاليو، البيزن دايمنشن. كلمه بيزن يعني ايه؟ يعني تانك برضو، وكنا كاتبينها وقلناها قبل كده. كلمه بيزن بالانجليزي يعني حوض، تمام؟ واحنا حتى فعلا في شغل المحطات والشغل التنفيذي ما بنقولش عليه خزان، لا بنقول عليه احواض، حوض الترصيب، حوض التقليب البطيء كده، بيبقى اسمه العملي كده. بعد كده طالب التوتال باور وطالب البدال كونفيجريشن والروتيشنال اس بي. كلام جميل جدا، ادي المساله. طيب يا باشمهندس حد عنده تصور ممكن نحل ازاي؟ ادي المساله، هنا المساله يعني يمكن انا اعيدها تاني بايدي مش مشكله، سيبك من الهبل اللي انا عامله ده، طبعا ما تعيدش مساله تاني. هو طالب الجي تي فاليو، الجي تي فاليو دي عباره عن قيمه بتنطلب مني في درس الاستوميكسنج تانك، عباره عن حاصل ضرب الجي افريج في الريتنشن تايم اللي مدولك في المساله. بس كده يا باشمهندس، بس كده يا باشمهندس، يعني ما عملش حاجه غير ان انا اضرب الاثنين في بعض، ده كده حاجه عبيطه جدا. اه احنا محتاجين تضرب الاثنين في بعض، ومحتاجين تبقى فاهم ان الناتج عباره عن رقم بدون ايه؟ ها جاوبني، واحد بدون واحد، بدون وحدات، لان ده بالثانيه اس ماينس واحد وده بالثانيه، ده لازم قيمة، قيمة بتتجاب في الشغل بحطها في النوتة الحسابية، مالوش لازمة يعني، انت معاك مسألة مالوش لازمة، تمام؟ تمام كده. طيب كان طالب مني البيزن دايمنشن، يعني ايه بيزن دايمنشن؟ يعني عايز الابعاد، ابعاد. طيب ايه المعادلة اللي انت خدتها وهتتنيها تتكرر معاك على فكرة بالمناسبة المعادلة دي من سكشنين فاتوا لحد نهاية الترم، معادلة بتجيب لك الابعاد، ايه هي المعادلة دي؟ المعادلة يا باشمهندس اللي بتقول ال V بتساوي Q في T، ها؟ صح ولا أنا غلطان؟ أنا هقف هنا، حد عنده مشكلة؟ كان حد بيقول لي يا باشمهندس حاجة وأنا قطعت كلام، تمام؟ يا باشمهندس اتفضل. هو لو مش معايا الـ G average هجيبها أنا بقى، هاخده اللي هو الـ average الـ G بتاعنا. يعني انت هنا عايز تقول لي مثلا ان هو ما ادانيش في المساله المين فيلوست جريديانت، كنت انا هعمل ايه يا باشمهندس؟ مش انت عندك على الرسم 40 و30 و20، اجمع 40 زائد 30 زائد 20 واقسمهم على الثلاث هتديك 30 بس، معايا كده؟ اهم حاجه بس تركز ان انت الرقم اللي جبته ده بسكند اس ماينس واحد، فما ينفعش تضرب في 30 منت، لازم المنت دي تنضرب في كام؟ في 60، عشان كده تلاقيني ضربت 30 في 60. كلام جميل؟ حلو. انزل معايا بقى، انزل معايا للبيزن دايمنشن، احنا اتفقنا ان الفوليوم عباره عن كيو في تي، الحجم ده حجم خزان واحد بس، ليه مش حجم عدد من الخزانات هفرضه؟ حد يجاوبني، ليه؟ لان انا عندي خزان واحد كبير وقال فيه كذا مرحله جوه، هو خزان واحد. الله يفتح. لا هو كان في اجابه كامله عن كده كمان يا هندسه، هو قال لي في السؤال ذا فلات يوليتور اسمه الجيفن خزان واحد يا هندسه. لا كمان في حاجه، هو قال لي ذا فلات يوليتور شلون يعني ووز ديزايند، يعني الكلام ده ووز مفرد، ووز ديزايند تو تريت 10000، انت عارف قال لي ذا فلات يوليتور وير ديزاين تو فريت تو تريت، كنت اقول لك اه استنى ده بيقول لي وير، ده كده انا هفرض ان معايا افرض ان باقل من او تساوي كام او اكبر من او تساوي كام، انا اسف 2، انما هي دايما مسائل الاستو ميكسنج برضه خد بالك من الملحوظه دي، دايما مسائل الاستو ميكسنج غالبا بنسبه 99.9% هتجي لك لخزان واحد بس عشان يوحد الارقام ليكم كلكم، تمام؟ فهنا انا قلت ان حجم الخزان عباره عن كيو في تي، ضربت ال 10000 في ال 30، بس ال 30 لازم تتحول لدي وهي بالدقيقه، يبقى تتقسم على 60 في 24، طلع لي ان حجم الخزان 208. حد عنده مشكله؟ ال 208 دي بقى المطلوب من حضرتك تحولها لابعاد طول وعرض وارتفاع. بسم الله الرحمن الرحيم كده، اولنا الارتفاع بكام او العمق بكام في البدايه خالص كام؟ مدولي في الرسم، مدولك على الرسم بكام؟ ب 3.5 تقريبا. انا ليه فرضت ان هو خزان واحد بس هنا؟ تاني انت ما فرضتش، انت مشيت طبعا للي هو قاله لك في المساله يا هندسه، هو بيقول لك ان الرسمه الموضحه، يعني تخيل كده انا بترجم لك السؤال بالعربي باللغه العربيه حتى الفصحى، بيقول لي ايه؟ الرسم الموضح لخزان
صمم ان يعالج، صمم ان يعالج 10,000 متر مكعب في اليوم. اهو ارجع بص معايا يا هندسه، انا رجعت لك الشيت من الاول خالص. ها الصوره قدامكم ظاهره ولا مش ظاهره؟ الصوره قدامكم ظاهره ولا مش ظاهره يا شباب؟ مش بس انا طبع الورق ظاهره قدامي يعني. اول طب اقرا بقى اول سطر هندسه، مش انت بتسالني؟ اقرا اول سطر كده بعد اذنك. زافلاكوليتور وز ديزاين 10,000 متر مكعب جلديه. هو بيقول لك was designed، was designed تمام. لكن لكن لو هو كان مديني مساله ان انا لا اصمم انا عادي، لا بفرضه اثنين لان ما ينفعش يبقى واحد بس اللي موجود في ال... يعني بالظبط يعني الصيغه بالظبط كلامك صح 100%. يعني الصيغه برضو هي اللي بتحكم لي هندسه. تمام تمام يا باشمهندس. طيب نكمل. انا هنا اتفضل. لما في الامتحان في التقليب، في التقليب البطيء كان قايل ان هو يعني بيقول صمم التانك تانك واحد، هو ما هو مالش واحد بس هو قايل بصيغه المفرد، بس طلع معانا ان الطول هيبقى اكبر من 5 متر، والدكتور قايل لما يبقى اكبر من 5 متر بتفرض ان هما تانكين مش تانك واحد. الرابد ميكس في الامتحان ايه هندسه؟ في التقليب اللي هو الثاني اللي هو الكوكوليشن. المساله اللي جات لك مين قالك ان هي كانت المقصود في السؤال ان هي حاجه واحده؟ تانز تانك، عشان قال تانك واحد ما قالش تانك. بس طلع فعلا العرض خمسة اكبر من 5 متر، فاحنا فرضنا ان هو تانكين. هو ان انت تفرض ان هو تانكين ده الصح، خلينا نتفق. بس هو مين قال ان ذا تانك؟ او هو كان قايله بالظبط في الامتحان يا شباب؟ يعني ايه اللي كان قايله بالظبط في الامتحان؟ لو المساله معاك افتح الامتحان وقول لي الصيغه اللي قايلها لك بالظبط. ماشي يا باشمهندس. لا قول لي كده، قول لي قول لي. لا كان قايل ايه؟ لا انا عايز اعرف كان قايل ايه. ما انا هقولها لك اهو، هقولها لك. ماشي اهو. The dimension and the power required for circular cross section rapid mixing tank. فطلع معانا ان القطر بتاعه تقريبا اكبر من 5 متر، طلع معانا كده، فاحنا فرضنا ان هو هيبقى تانكين مش تانك واحد. طب ثانيه واحده بس، ثانيه واحده، انا برضو بدور على الامتحان معايا معلش، عشان انا محتاج ان انا اشوفه بس. لقيته. بيقول لك ايه بقى، هي المساله كانت رقم كام؟ رقم 2 اخر مطلوب فيه. The dimension and the power required for circular section rapid mixing tank. تمام. بص يا هندسه، برضه سؤال، هو ايه اللي عرفني هنا ان هنا المقصود حاجه واحده؟ لان خد بالك يعني غلط كده، هو ما قالش كده هنا، ما قالش ان هم كذا حاجه، ما قالش ان هم قصدي حاجه واحده. يعني بص يا هندسه، يعني بص يا هندسه، بص يا هندسه، هو في الاول يعني ما احنا برضو يا شباب في سنه رابعه، وبرضو وارد جدا مننا ناس تسافر بره تشتغل في الخليج، تبقى بتشتغل مع ناس اجانب، تعرف يعني تتكلم، يعني احنا اكيد كلغه برضو مش وحشين. هو بيقول لك في مساله ايه؟ الامتحان قدامي واكيد قدامكم. قايل لي راس مساله وتحت معدد مطالب معينه هو عايز، قايل لي ان عنده محطه. طالما قال محطه يبقى انا لازم احط في دماغي كده في البدايه ان كده ممكن يبقى انا افرض عدد الخزانات في المساله دي. ايا يكن بقى هو بيتكلم عن الخزانات تقليب بطيئه او سريعه او فلاتر زي ما هنيجي قدام بعد سكشنين على درس المرشحات، او خزانات ترسيب او 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 على حسب. طالما هو مش هو ابتدى معاك كده الناس، ولا انا بضحك على الناس عشان الناس لو مش معايا الامتحان، هو ابتدى يا شباب المساله قال ايه؟ ووتر تريتمنت بلاند اوف ديزاين فلو، يعني محطه ليها تصرف تصميمي 100,000 متر مكعب عليه. الدوز بتاعت الشابه بتاعتها 25 ملي جرام على اللتر، اتس ريكوارد تو ديترماين كذا نقط، وبدا يطلب كذا حاجه. اكيد هنا طالما بيتكلم عن محطه انا من حقي ان انا احدد عدد الوحدات. كمان هو بيقول لي تحت انا عايز الدايمنشن والباور اللي مطلوبه لقطاع خزان الرابيد ميكسنج تانك. هنا مش معنى ان قال كده هو اسمه ما هو هندسه، هو الدرس اسمه ايه؟ رابيد ميكسنج تانك، ما اسموش رابيد ميكسنج تانكس. انت فاهم قصدي؟ يعني هي الوحدة بس ما يقصدش بيها كلغة ان هي تبقى واحدة. فهو بالعكس في المسألة دي انت لازم تفرض ان هو في ان عندك اكبر من او يساوي 2 بس. انت فاهمني؟
طب امام الشافعي ناس قالت لا، قالت التانك مفرد بتاع لا 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 اللي قال كده غلطان. ليه؟ لان هو فوق في السؤال يا شباب بيقول لك محطه ليها تصرف كذا، يعني معنى كده تخيل معايا ان المحطه دي عباره عن سور زي سور المدرسه، داخل في قلب السور ده صوره ضخمه جدا اسمها دليفري بايب بتنقل 100,000 متر مكعب في اليوم بحاله. اكيد بقى ال 100,000 متر مكعب دي لما تيجي المادي تتكب جوه في المحطه دي اللي هي السور، مش شرط تقعد تتكب في حاجه اعظم من كل حاجه، في خزان واحد ترسيب، في خزان واحد فلتر، مفيش من مين اللي قال كده غلط. طالما بيكلمنا عن ووتر تريتمنت بلانت انا من حقي ان انا اقول ان اكبر من او يساوي 2. ها احنا عرفنا ان هي ما ينفعش تبقى واحد، لما ابتدينا نخش وصممنا على سيناء واحد وصلنا العرض 5 متر فقلنا لا ده هي 2 او اكتر بالظبط. ودي حاجه كمان تانية اتاكد اللي احنا بنقوله، بس هي من الاول باينه مع احترامي برضو اللي انت بتقوله. اتفضل. صح ولا لا؟ هي الشاشه قدامكم ايه يعني؟ بص كده الفرق، يعني شوف انا عمال بزوم على حته اوتر تريتمنت بلان دي، انت فاهمني؟ لا دي تفرق، دي تفرق يا هندسه، دي تفرق عن ايه؟ ها دي تفرق عن اللي احنا قايلينه، عن اللي المصنع عندنا بالظبط. نكمل بقى الكلام يا شباب. طيب يبقى انا هنا فرضت ان الخزان الواحد 208 وطول وعرض في ارتفاع، هو هنا مديني الطول الارتفاع او العمق ب 3.5، باقي ان انا اجيب ال والبي. ها حد عنده فكره يعمل ايه عشان يجيب المجهولين دول؟ دول مجهولين، تعمل ايه عشان تجيب المجهولين دول؟ افرض واحد يجيب التاني. حد عنده حاجه تانية؟ حد عنده اجابه تانية؟ بنحسبها من الابعاد بتاعه اللي هي الثلاث مراحل دول. اه يعني ايه برضه مش فاهم؟ بس اعمل رسمه ال اللي ايوه انا عارفها بس مش فاكرها. بس بص هي عشان الناس بس ايه، الموضوع الميد ترم والميد ترمات والمواد والتركيز فيها شاوي شويه. احنا كنا قايلين ايه يا هندسه؟ بص كنا قايلين لما المساله تيجي مرسومه اوعى تفرض حاجه وتجيب الثانيه، ده غلط. لا لازم احاول اجتهد في ان انا استنتج علاقه ما بين بعدين مع بعض، بس بشرط ان البعدين دول يفضلوا ليهم علاقه ببعض مباشره او شايفين نفس البعد من البدال. هرسمها لك، هرسمها لك. بص معايا كده. معلش ثواني. بص معايا يا هندسه، هو هنا مديني الخزان كده مرسوم قدامكم ولا مش مرسوم؟ ايوه تمام، الرسم بيظهر تمام. تمام كده هندسه. رسم لي الاليفيجن وبعدين رسم لي مين؟ البلان. البلان ظهر ولا لسه؟ ظهر يا باشمهندس كده تمام. حلو، ده كده الارتفاع بقى اسمه ايه؟ الدي. الدي. طب البعد ده كده اسمه ايه؟ ال. طب البعد بقى هنا العمودي هنا بقى كده، البعد العمودي ده اسمه ايه؟ البي كابتر. البي كا الله يفتح، اللي هو هنا على البلان اسمه ايه برضو؟ عرض. طيب بالراحه، انا هنا عايز اجيب علاقه ما بين ال ال والدي، او ال ال والبي، او الدي والبي، علاقه ما بين الثلاث ابعاد دول، يعني بحيث ان انا ايه افرض حاجه تبقى ضعف الثانيه، تبقى ثلاث اضعافها، اربع مراتها، نصها، انت فاهم قصدي؟ ايه العلاقه اللي ممكن نفرضها؟ والله يا هندسه تبع اللي انت بتقوله ده، ده انا هنا عندي علاقه مباشره ما بين ال ال والبي، ما بين طول الخزان وعرضه. ليه؟ لان طول الخزان هيشوف كم قطر دوران. الطول بتاع الخزان ده ثلاثة قطر دوران. في الوقت اللي فيه البي شايف كم قطر دوران بس؟ قطر. يبقى انا هنا اقدر اقول ان ال ال بتساوي كام؟ 3 البي. صح ولا انا غلطان؟ ها بس في فراغات ما بين ثواني بقى ثواني
ما انا هقول لك هرجع. بص انا هرجع اجاوبك في كل الاسئله. طب ليه يا باشمهندس بس ثواني، طب ليه يا باشمهندس اللي انت قلته ده ما يبقاش ال ال والدي؟ ليه؟ انا عايز حد يجاوبني. يمكن الطول بتاع القلاب نفسه اكبر من العرض بتاع الحوض او اقل منه. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا باشمهندس. يا انت كانك عايز تقول لي كده يا باشمهندس سيد، ازاي ال ال شايفه ايه من البدلات؟ قطر دوران. انما الدبس شايف ايه؟ بعد اسمه اللي ماشي. مش احنا اتفقنا ان اي بدال في الدنيا عبارة عن عبارة عن ايه؟ لوحين متعمدين. ادي لوح كده والتاني عمود عليه كده، صح كده؟ البعد ده اسمه اللي ايه؟ اللي داش. البعد ده اسمه ايه؟ دي. قطر دوران، صح ولا لا يا رجالة؟ تمام هندسة. يبقى انا لازم يعني كأني بقول لك ايه؟ انا معايا في جيبي دلوقتي مثلا جنيه وانت معاك 50 جنيه، او يا سيدي هقول لك انا معايا 10 جنيه او 10 قروش مثلا وانت معاك مثلا 5، هو مين اكبر من الثاني؟ 5 جنيه. حد ينفع يقول ان ال10 اكبر من الخمسة عشان 10 رفض 10 ب 10 انما الثاني لا يا باشمهندس، انما دي قرش ودي جنيه، يعني الاثنين مش حاجه واحده. فهي نفس الفكره، انت عايز تقارن ما بين ال اللي هو طول الخزان والدبس ازاي؟ هما الاثنين مش شايفين حاجه واحده من البدلات. ده شايف الدي ثلاث ديهات بمسافات بينيه، انما ده شايف ال داش بمسافه فوق ومسافه تحت. فانت كانك بتقارن حاجه بحاجه تانية خالص. صح ولا لا؟ تمام هندسه. تمام يا باشمهندس بعد اذنك. طب الناس تجاوبني برضو، الناس تجاوبني. طب ليه ما ينفعش اعمل اللي انت عملته ده ما بين البي والدي؟ ها نفس الفكره، ما هو نفس الطريقه. الله يفتح عليك. بس 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 انا مش عايز اكتر من كده يا باشمهندس. هو انت يعني عايزين ده وقت ليه؟ هي نفس الفكره، البي هتشوف قطر دوران اسمه دي، انما الدبس برضو يفضل شايف اللي داش، والاثنين مش زي بعض. يبقى انا هنا قدرت استنتج علاقه بتقول يا شباب ان ال ال بتساوي كام؟ ها قدرنا نستنتج هنا علاقه بتقول ايه؟ ال ال بتساوي ايه؟ تمام 3000. طيب يبقى انا هنا يا شباب قدرت ان انا اقول ان ال ال بتساوي 3000. كلام جميل جدا. طيب ارجع معايا لحل المساله. يبقى انا هنا يا شباب، انا هنا حتى في الشرح بوضحها لك، يعني ان انا عندي ال ال عباره عن 3 دي زائد 3 مسافات بينيه، صح كده؟ ال بي عباره عن قطر دوران زائد مسافتين بينيه، او زائد مسافه بينيه واحده، انا اسف. ها صح ولا لا؟ اللي هي اكس على 2 واكس على 2، ها صح ولا لا؟ يبقى هي تقدر تقول ان ال ال 3 اضعاف ال بي. تمام مفهوم يا شباب؟ يبقى المساله كلها مجهوله في مين؟ في البي. من في الاخر قدرت اوصل ان بقى عندي قيمه ال ال 13.5 والدي ب 4 متر. طيب يا باشمهندس عايز تجيب الاكس هاتها، اللي هي المسافات البينيه، عايز تجيب ال ال داش الدي، اي حاجه مش مشكله. بعد كده طلب مني التوتال باور. هي الباور عندي ليها كام قانون في الصفر؟ السلو ميكسنج تانك، افتكر ليها كام قانون؟ افتكر ليها كام قانون يا شباب؟ ها معلش سؤال تاني يا باشمهندس. قانون واحد بتاع التوتال باور ولا لا؟ واحد لا 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 قانونين. واحد صغير وواحد كبير. الصغير اللي احنا حافظينه من درس الرابيد ميكس، انما الكبير برضه هنا اختلف بقى. نص سي دي في ووتر، في اريا بدال، في السرعه النسبيه تكعيب. ليها ادي قانون وادي قانون تاني. طب انت عايز تجيب الباور تستخدم اول قانون؟ والله يا باشمهندس اللي نقطة عندي، انا شايف ان القانون الاولاني صغير وقصير وحلو ويقدر يجيب لي الباور كلها، لان الميو معلومه، الفي داش معلومه، الجي معلومه. خلاص يا باشمهندس اكسب وقت وروح حياته. الميو البي واحد قصدي هتساوي الميو في الفي داش في الجي. الدي الفي داش افتكر كنا بنقول بتساوي ايه؟ الجي داش بتساوي ايه يا شباب؟ سرعه بتاعه الهواء، سرعه البتاع في الهواء. انا عايز لا 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 الفي داش، الفي داش الفي داش اللي في القانون ده. بتساوي يا شباب لو تفتكروا بتساوي حجم الخزان الكلي على منبر في ايه؟ مقسوم على العدد بتاعهم بتاع القلابات منبر اوف جي. بالظبط بالظبط يا باشمهندسين، صح ولا ايه؟
يبقى عبارة عن الحجم الكلي على number of g. انت عندك كم g عندك في المسألة او كم جزء؟ تلاتة. يبقى عبارة عن الحجم الكلي على على التلاتة. على كام؟ على التلاتة. تقدر تجيب لي بي واحد وبي اتنين وبي تلاتة ولا عندك مشكلة؟ طب بي تلاتة قسم على اربعة ليه هندسة؟ لا انا اسف دي غلط، دي غلطة معلش معلش يعني الظاهر انا كنت نايم والله انا فعلا بس انت لو لا والله مش عارف انا ليه فعلا يعني في ديش معنى دي اربعة فعلا دي تلخبط معلش يا شباب بس انا ليه شوية حاجات كده في الورق كوميدية شوية فعلا دي هتلاقيها دي هتلاقيها تلاتة فعلا معايا حتى انت لو حد جنبه ولا حاسبة سريعة كده شيك هيلاقي ان الناتج على تلاتة يعني اعتقد ان حتى الناتج مش هيبقى فيه مشكلة نحسبها ولا حد ولا نعديها نعديها طبعا طيب ماشي كان طالب بعد كده شباب المطلوب الرابع ايه حاجه اسمها البدال كونفيجريشن بالراحه بقى البدال كونفيجريشن ده قلنا ان هو قانون الاريا بدال اللي هو عباره عن المساحه السطحيه للريش اللي موجوده في كل البدالات صح كده ولا لا اللي هو كان عباره عن ايه ال في زد في ان داش في ان صح ولا لا مظبوط مظبوط طيب يا باشمهندس لما هو يديني ان الزد ثابته في المساله لما هو يديني ان الزد ثابته في المساله يبقى معنى كده ان الاريا بدالها هتتحسب كم مره مره واحده مره برافو عليك بكام ب 2 من 10 الزد 20 سم يعني 2 من 10 طب ال داش بكام الصوره قدامك اهي قول لي ال داش بكام بثلاثة متر ليه؟ ليه بثلاثة؟ ليه؟ ربع فوق وربع تحت بالظبط أنا عشان كده مش الرسمة قدامكم باينة يا شباب ولا ثابتة لسه الصورة؟ لا لا باينة شيل ربع من فوق شيل ربع من فوق وشيل ربع من تحت ويبقى لك الثلاثة متر فعلا كلام جميل يبقى لي هنا الـ N داش بكام والـ N بكام؟ والله يا باشمهندس الـ N داش دي عدد الريش في البدال الواحد يعني بكام؟ طالما ما رسمليش بص طالما ما رسمليش الرسمه ده ايه كان بالمساله اللي هي اللي انا برسمها لك دي ظهرت ولا ما ظهرتش ظهرت بتظهر طالما ما رسمليش الرسمه دي يبقى ال ان بكام 4 انما لو رسم لي الرسمه دي تبقى ال ان داش بكام 8 ب 8 واضح يا باشمهندس بقيت الناس شباب الناس مش متفاعله معايا ليه؟ المفروض ان دول سكشنين على بعض يعني حوالي 60 طالب 60 باشمهندس فين بقيت الناس يا باشمهندسين؟ اتكلم يا حجازي معايا شباب الناس كلها معايا طيب خلاص يبقى هنا يا شباب لما نيجي نعوض في قانون الاريا بدال هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ال N داش بتلاتة، ال N داش بأربعة، ال N عدد البدالات في الصفة الواحدة، لما اللي احنا قلنا بتيجي من البلان، من البلان كان عندي كام بدال جوه كل جي؟ ايه واحد. بالظبط، في الزد، يطلع لي إن الأريا بدال، وأنا كاتب لك حتى إن الأريا بدال is constant for 3 بارتس، يطلع لي إن الأريا بدال بـ 2.4 متر مربع. طب يا باشمهندس، بعد كده طلب مني إن أنا أحسب الروتيشنال سبيد، الأوميجا. بص بقى معايا هو هنا السيد بيعمل إيه في الورق؟ بص بالراحه انا جبت الاريا بدال مش المفروض الان هنا ثلاث بدالات مش احنا عندنا ثلاثه لا ده انت عندك ثلاث بارتات ثلاث اجزاء ثلاث جهات جوه كل جزء كام بدال تمام انت بتحسبها للجزء اللي فيه جي واحده هندسه تمام واضحه ولا ايه تمام 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 يا رجال طب كلام جميل يبقى هنا احنا عندنا بعد ما جبنا الاريا بدال ايه اللي الاستاذ عايز يعمله بقى خد بالك احنا عايزين نوصل للاوميجا اهو بالراحه يعني هنا انا عايز اوصل للاوميجا بص بقى انا هنا بعد بص كده بعد ما جبت الاريا بدال بتساوي رقم ايه اللي انت عايز تجيبه انت عايز تجيب اخر مطلوب الاوميجا بتساوي ايه صح الشاشه قدامك ولا ثابته لسه لحظه بس يا باشمهندس عشان الشاشه عندك شكلها معلقه لسه بتحمل اطلع من التطبيق اللي هو بتاع الرسم دوت وخشها تاني حاضر حاضر اشتغل في كي ديتا كده
حد يقول لي قانون الاوميجا كان بيساوي يا شباب الاوميجا بتساوي ايه؟ الاوميجا اللي هي اوميجا في باي دي بتساوي الفي تب. لا الاوميجا بتساوي ها باي العكس بقى لا انا الاوميجا مضروب بس انا بضرب الاوميجا في الباي دي هي المفروض انها في تب على باي دي يعني بس انا بضربهم في بعض هتبقى تمام تمام يعني كده يعني مضروب الباي في الفي على الدي صح كده؟ لا لا الباي في على الباي على الدي الباي في بتساوي اليو او الفي ايه 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 ده؟ الدي ايه ده شباب؟ هي تساوي اوميجا باي دي 6 دي إيه يعني الباي جنب الدي الباي في المقام يعني يعني الباي تحت الباي تحت انا اسف انا اسف صح 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 معلش معلش صح صح كده يا شباب ده قانون الاوميجا ها صح كده يا رجاله ولا ايه لسه ما اتغيرش قدامنا هيتغير يا موسى طيب التليفون زعلان النهارده لا والله هو النت النت اللي مزعلنا كلنا طب كده اتغيرت لسه لسه انا هم كانوا بيقولوا ايه طيب ايوه كده اتغيرت اهي بص يا شباب الاوميجا ده قانون صح وانا عايز اجيب الاوميجا اصلا انا عايز اجيب الاوميجا اصلا طيب انا اصلا ما عنديش انا عندي الدي ماشي والباي رقم وال60 ده رقم الفيترو دي تيجي منين هتلاقي نفسك بتقول ان الفيترو بدال ده انا محتاج اجيبها صح كده طب عشان اجيبها يبقى انا عارف ان الزد ثابته يبقى هي اللي ايه يبقى الفيترو دي مالها متغيره يبقى عشان اجيبها محتاج استخدم مين اجيب الفي بدال من القانون الثاني لمين من الباور للقدره للباور بالظبط صح كده يبقى استخدم القانون الثاني للقدره اللي هو بيقول ايه البي ان هيساوي نص سي دي روتر في اريا بدال في الفي بي واحد تكعيب النص ده رقم السي دي ده بكام 8 ثابت صح 1.8 الرو بكام 999 الاريا بدال ثابته ولا متغيره طب انا جاي اسجل 2.4 يبقى انا هنا بجيب مين دي بي الفي بدال اللي هي دي اسمها ايه السرعه ايه ميه بتاعت البدال في الميه الحقيقيه ولا النسبيه 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 اللي هي جوه السائل يعني الله يفتح عليك وانا عارف ان السرعه النسبيه 3 ارباع السرعه الايه الحقيقيه اللي هي في الهواء بالظبط فهمت السيكونس جاي منين؟ يبقى انا هنا يا شباب هتلاقيني استخدمت القانون الثاني للباور عشان اجيب مين؟ قيمه الفي في كل مره الفي 1 والفي 2 من بي 2 والفي 3 من بي 3 ومنهم هجيب الفي ترو 1 والفي ترو 2 والفي ترو 3 ومنهم هجيب الاوميجا 1 والاوميجا 2 والاوميجا 3 صح ولا لا؟ تمام طيب نحل مساله ثانيه بص كده المسألة دي أو تعالى نجيبها فوق من الرسم من المسألة نفسها أهي دي مسألة بتكرر كتير جدا في الامتحانات إيه أخيرا معايا وقول عشان نحدد الإن عندنا بكام ها بيقول لي أنيو ووتر تريتمنت بلانت استنى يا باشمهندس طالما بيقول لي ووتر تريتمنت بلانت دي محطة بيتكلم عن محطة صح كده يعني وارد جدا إن أنا أقسم جوه الايه ها وارد جدا ان انا اقسم الحاجه جوه لايه لكذا خزان بيقول ان ووتر تريتمنت بلانت ووز اسف ووز ديزاين تو تريت 72000 متر مكعب في اليوم من الميه بيقول ان الجار تيست والتحاليل قالت ان الاوبتيمم جي تي فاليو 4 × 10⁴ ده المساله دي المساله اللي اداني قيمه الجي تي فاليو عكس المساله اللي فاتت المساله اللي فاتت كان عامل ايه اداني الجي والتي وطلب الجي تي فاليو هنا لا هنا اداني الجي تي على بعضها طب استنى كمل ايه يا هندسه ايه المساله دي
هي الصورة لسه ثابتة عندكم؟ مش ظاهرة، انا الصورة عندنا ثابتة. ثابتة على ايه؟ على الاوميجا اخر حاجة، رصة الاوميجا. لا لا لا، يعني المفروض تتغير. طب الصورة عندكم يا شباب ايه؟ ثابتة هندسة. هي ثابتة بس احنا باصين في الورق. طب بص يا هندسة، بص في الصفحة رقم 2 عندك، هي فعلا ممكن نتيجة ان انا بقلب الورق بسرعة مع الموبايل ما بتقلبش. ها بص كده يا شباب، في الورق عندكم الصفحة رقم 2، المسألة اللي واخدها في الصفحة بتاعت الخزان الاسطواني الدائري. ايوه تمام. ها تمام كده، بيقول لي في المسألة تمام. يبقى المحاطة دي داخل التصرف اللي بتعالجه 72000 متر مكعب في اليوم، والجي تي فاليو بتاع الاستوبكس جيتاك بكام؟ ب 4.4. بيقول لي ان اديشن زير ار 3 يونتس. ده هو قالها لي هنا صراحه. قال ان انت عندك كام يونت يا ريس؟ ان بكام؟ يبقى الان هنا بثلاثة، يعني الخزان اللي تحت ده عندي منه كمان ايه؟ اتنين غيره، يعني عندي ثلاث خزانات. مظبوط صح يا شباب؟ طيب بيقول لي ان الكلام ده يوزد فور، بيستخدم للتيبر ديفلاكوليشن بروسس، بيتعمل عشان خاصيه او عشان مرحله الفلاكوليشن. كلام جميل جدا. بيقول ان البدلات ار ارنجد فيرتيكالي، برده مش مشكله. هو بيقول لك ان البدلات رأسيه، يعني ما هي كده كده يا باشمهندس. هو بيقول عليه ما هي واضحه في الرسم عادي بقى. بيقول لي ويز اكشوال فيلوستي او اكشوال لينير فيلوستي، وابحث فاي ما بين قوسين في ترو بدال بكام؟ بواحد متر على الثانيه. عايز تكتب هنا ايه؟ اتفضل. هي ازاي رأسيه هنا وهي في نفس اتجاه مجرى المي؟ يعني ايه مش فاهم؟ هو انا فين عندي مش ده السكشن الليفيجن اهو؟ اللي على الشمال صح؟ ايوه. ايه ده؟ ايه بقى؟ انا اتلخبطت. بص يا ناس، بص هو عامل زي البرميل تمام؟ اكني جبت برميل رفعته على اربع قواعد من الستيل مثلا او الخشب تمام، دخلتهم الميه من تحت من السنتر، وحطيت في قلب البرميل من فوق كده، علقت موتور ونزلت الاكس او المحور بتاع الموتور ببريش تقلب جوه الميه. الميه عماله بتخش من تحت لفوق وبتملى وبتتقلب وبتترمي او بتتكب من بره من الجانب بهدار مثلا. هم نفس الاكس مشكله ليه 40 وليه 30؟ المفروض هم نفس الاكس الاثنين زي بعض مثلا. لا 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 لا، بيتعمل هنا هندسه تروس وصلات بتغير السرعات. تمام شغل الميكانيكا بقى معايا. لا لا ماذا انا مش سامع الصوت بيقطع. الصوت دلوقتي واضح يا باشمهندس؟ بتقول ايه هندسه؟ سؤالك ايه؟ مش هو لو كان اتجاه الميه او المجرى المائي بالمنظر ده، مش مفروض يبقى ده اسمه لونجيتيودونال؟ بص هو انت بتتكلم صح، انت 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 كده مذاكر الورق صح. يعني ايه هو الباشمهندس عايز يقول؟ ان في الورق بتقول يا سيد ان لما يبقى المحور بتاع البدلات او الريش في نفس اتجاه دخول وخروج الميه بتسبب لونجيتيودونال صح؟ فانا معاك ان هنا المفروض فعلا يعني فيها اختلاف. هي بس هقول لك على حاجه، الخزان الدائري يفضل حاله خاصه. يعني هو وضع البدال بيعمل لونجيتيودونال ميكسنج او تقليب طولي، لان التقليب او البدالات موجوده في نفس قصه كده مش مشكله. قال لونجيتيودونال صح، فيرتيكال صح، لان هي برضو يفضل ان البدالات ليها وضع بيتسمى فيرتيكال لو هي رأسيه، وهي فيرتيكال فعلا. تمام، يبقى انا هشوف الرسمه وخلاص وماليش دعوه اسمه ايه. لا انت بتتكلم برضو، انت بتتكلم صح، يعني مش حته انا هشوف الرسمه صح. انت عشان بس مذاكر فعلا الورق اسمه ايه صح هندسه، يعني قال كده صح، قال كده صح. توتال برضه الاثنين، هي الاثنين بالظبط تمشي كده وتمشي كده. تمام يا رجاله. طيب حد بس، انا كنت واقف قدام الجمله دي ومستني حد يوقفني فيه. البدلات ليها اكشوال لينير فيلوستي في ترو اوف 1 متر ثانيه، ايه اللي حضرتك عايز تكتبه هنا بره فرقه الاسئله او فرقه الاجابه؟ الاجابه النظريه 1.5 70% بينها وخلاص. يبقى النظريه بقى معلش في حاجه تحقق يا هندسه، يا هندسه في حاجه اهم من اللي انت بتقوله ده كمان. ماشي جميل جدا ان النسبيه تبقى 75% متر على الثانيه، بس ايه الاهم من ده ومن ده؟ يبقى ان هنا بس كده، دي اللي انا عايز اسمعها يا هندسه.
لازم تبقى كاتب بايدك ومقرر قبل ما تضرب مفك. دايما اقول لك قبل ما تضرب مفك في المساله لازم تبقى مقرر انت هتغير مين وهتثبت مين. هنا الفي هات والاوميجا ثابتين صح ولا لا؟ مين اللي بيتغير؟ الزد او الاريا بدال، او الزد والاريا بدال يعني صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ تمام. بمعنى تاني بص يا شباب ادي كده كيو اللي داخله يعني اكلمه مع بص يا شباب جي واحد اكبر من جي ايه؟ الصورة قدامكم بتتغير ولا ثابتة؟ الصورة قدامكم واضحة ولا لسه ثابتة يا شباب؟ واقف عند ان في كيو ايوه بدأت تظهر تمام. الجي واحد اكبر من ايه؟ اكبر من جي اتنين. وتبقى البي واحد اكبر من البي اتنين. ايه بقى اللي هيبقى برضو هنا متغير؟ الزد واحد مالها؟ الزد هنا ثابت اتنين. لا الزد هنا مين اللي قال ان الزد مين اللي قال ان الزد هنا ثابته؟ ليه ليه يا هندسه؟ احنا لسه ما قلنا ما شفناش المساله ايه ظروفها. مين اللي قال ما شفناش المساله ايه ظروفها؟ يا باشمهندس وانا مش عمال بقول ان هو بيقول لي الاكشوال فيلوستي 1 متر على الثانيه وبسمعك قلت لك ده معناه ايه؟ فالناس ردت عليا قالت لي يبقى معنى كده ان الفي ثابته ويبقى معنى كده اللي بيتغير الزد ايه بقى؟ مستني تشوف ايه في المساله؟ ظروف المساله ايه؟ تمام يا هندسه. لا مش قصدي ان انت تقول لي تمام وما انتش مقتنع. طب انت قول لي قول لي اختلط عليه الامر بس اختلط عليه لا انت فاهم انت فاهمين قصدي يا رجاله. انا بس ده يعني واقف قدامك قدام الحته دي قوي لان انت لازم قبل عن اصورك على حاجه ممكن نحل المساله دي كذا 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 واجي عند الخط دي اقول لكم بصوا هو قال لنا هناك ان ده اللي ثابت يبقى انت تغير هنا. فانت لازم تبقى عشان تحل المساله تجري فيها زي الصاروخ ما توقفش تبقى مقرر مين اللي ثابت ومين اللي بيتغير. هنا انا عارف ان الزد متغيره فيبقى زد واحد اكبر من زد اتنين، اريا بدال واحد اكبر من اريا بدال اتنين، الفي ترو والفي بي والاوميجا مالهم بقى؟ ثابتين بقى كلهم ثابتين. الصوره ثابته ولا الصوره بتتغير معاكم؟ ثابته شويه مش عارفين ايه اللي اتغير في الصوره مش عارفين عند الفي ترو والفي بدال لسه. ايوه كده تمام كده وصلنا تمام كده يا شباب؟ تمام ارجع اكمل معايا حل المساله. طيب يا باشمهندس هو هنا برضو اداني شويه ارقام ان الفي بواحد متر على الثانيه ان الرو او الدنست بتاعت الميه كثافه الميه 999 اللي زوجه والدهاني وطلب مني اربع حاجات الدايمنشن التوتال باور بدل الكونفجريشن روتيشنال سبيد. طيب هو هنا المساله مرسومه ها ايه اللي ادوني على الرسم وما ادونيش جي لا موظف الشباب انا اسف معايا الشباب الناس معايا انا اسف يا باشمهندس. وانا عندي سؤال يا باشمهندس كمان صحيح اتفضل. هو جي تي ده هو رقم خاص بس بالسلومكس تانك يعني ما فيش حاجه اسمها بالظبط تمام جدا. طيب اكمل في نفس الحته اللي الباشمهندس كان بيسال فيها بقى هنا ايه تاني اللي مدهوني على الرأس؟ يعني شوف المسألة هنا كم سطر؟ حوالي 6 أو 7 تسطر صح؟ ده غير الريكوايرز اللي مطلوبة فيه صح كده؟ انت هتختصرهم لسطر واحد فيه شوية أرقام، ايه تاني هتاخده من على الرأس تكتبه في الأرقام دي؟ ها قول لي زي ايه؟ مدينا العمق بتاع الخزان. الله يفتح عليك كام؟ هنجمع الأرقام دي بقى اللي هي مش واضحة. هجمع النص والواحد وربع ونص واحد وربع ونص صح كده هيديني ان الدبس بتاع الخزان ده 4 متر ومديني كلام جميل يعتبر مديني عرض الخزان. لا ليه مديك العرض ليه؟ ها المقطع ايه؟ اداك المقطع ايه؟ اداك ايه في المقطع؟ القطر بتاع القلاب مدي القطر ومدي مسافتين جنب بعض. لا مش مديك القطر مش مديك القطر هندسه هو مديك القطر فين ده مديك القطر فاين فاين سميه فاين مش مديناش اي حاجه هو معرفك بس ان هو دخل ما هو فاين بالظبط ما هو فاين عشان هو عايزك تحسبه ما هو فاين عشان عايزك انت تحسبه هو بس كل اللي اداهولك ان حط جنبها مسافه خلوص 3 من 10 و3 من 10
اديها لك على جنب يعني. معايا اداني تاني على الرسم، اداني قيمه مين ومين؟ الجهاد بالظبط، جي واحد جي واحد جي اتنين صراحه كده. طب قول لي بقى عايز البيزن بيمنش، طب حل معايا اول خطوه طيب تعمل ايه؟ تحسب ايه الحجم؟ الحجم لو اللي هي بايه يعني بمعادله ايه؟ كيو في التي، وعشان اجيب التي هو مديني سمه افريج. بص بقى بص بقى ده راجل ناصح بيقول لي بيقول لي بص يا باشمهندس عشان اجيب الفوليوم، الفوليوم ده انا بيجي من معادله الكيو في التي، بس انا هنا هقف على التي، فهو مديني الجي تي فاليو. انت عارف الجي تي فاليو دي لما اقسمها على التي يديني قيمه، او لما اقسمها اسف على الجي يديني مين؟ يديني التي. بس الجي مين؟ لا الجي مين؟ الجي اللي هي المتوسطه، اللي هو المين المتوسطه صح زي ما انت بتقول يا هندسه. يبقى انا عندي هنا ها، يبقى انا عندي مين؟ عندي جي واحد وجي اتنين ب 30 و 40، المتوسط بتاعهم يبقى كام؟ 35. يبقى انا لو قسمت الجي تي على 35 يديني الريتنشن تايم بالايه؟ بالثواني. اضربه ال 72000 صح ولا لا؟ ايوه مظبوط. خد بالك بقى من حاجه، الفوليوم انا ما سميته فوليوم ايه؟ للكل. كاتب لك ايه تحت؟ التنكات كلها. ليه؟ لان انت حطيت كام؟ 72000. الله يفتح عليك. انما لو كان حد استخدم ال 72 دي وقسمها على الثلاثه كان هيحط فين مين؟ فين الخزان الواحد. الله يفتح عليك. الناس فاهميني يا رجاله ولا الناس مش فاهمه اللي انا بقوله؟ تمام. ها تمام ولا ايه؟ يبقى هنا ال 72000 دي انضربت في الزمن، بس الزمن ده لازم يتحول للدي، فيتقسم على 24 في 60 في 60. تمام كده؟ طلع لي ان الحجم الكلي 952، ال 952 دول هو قال ان ثلاث خزانات، هيبقى الخزان الواحد 317. طب انا عايز اجيب حجم الخزان الواحد، حجم الاسطوانه بيساوي ايه؟ مساحه القاعده في الارتفاع. حلو، القاعده عندي بقى على 4 في مين؟ في الفايتر بيع في الدي، صح ولا لا؟ مظبوط. بس هنزود على الدي 3 من 10 من هنا و3 من 10 الفاي زي ما انا عارف. اللي هي فاي صح كده؟ تمام. الدبس متداوله على الرسم بكام؟ ب 4 متر. من هنا يبقى الفاي الكبيره، الفاي توتال كلها كام؟ 10 و1 من ايه؟ من 10. مفهوم يا شباب؟ من على الرسم برضو الدبس الدايمتر بتاع الدوران كام؟ ال 10 1 من 10 دي لو شلت منها 3 من 10 يمين وشمال يبقى يديني دوران كام؟ 9.5. ال ال داش طول البدلات بكام؟ من على الرسم بكام يا شباب؟ او ارجع للرسم وشوف من على الرسم بكام؟ الرسم مش ظاهر. ال ال داش عندك حتى في الملف البي دي اف اللي انا بعته لكم، ال ال داش بكام؟ بواحد وربع. بواحد وربع في الرسم هو مدوني بواحد وربع صح ولا لا؟ هو فين اللي داش ده يا باشمهندس؟ يا هندسه مش موجود على الرسم. مش هو مديني يا هندسه، يا هندسه مش هو مديني ان الخزان حاطط جنبه نص وواحد وربع ونص وواحد وربع ونص؟ ايوه. ايه بقى؟ يعني انت عايز اكتر من كده؟ النص اللي تحت دي مسافه خلوص. ايوه ايوه بتسال على على طول طول الريشه يعني. ال ال داش، ال ال داش طول ال المسمى بس طول البدال. ايه هندسه طب الناس فهمت الباقي ولا ايه يا شباب؟ ايوه تمام. واضح ولا ايه يا باشمهندسين؟ الو احنا سامعين بس يمكن حد تاني يسال ولا حاجه. حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ حد عنده مشكلة إن ال ال داش من على الرسم؟ حتى أنا كاتب لك أهو من على الرسم بواحد وربع. يا باشمهندس. اتفضل. 3 من 10 بس اللي زودتها على الفاي ديت يمين وشمال دي كانت إيه؟ بص يا ناس، بص في الرسم كده، افتح تاني صفحة عندك في ملف البي دي إف، تاني صفحة. ها؟ فهمت؟
انا بس البي دي اف ما نزلتوش لسه يا باشمهندس، فانا بسمع. طب قدامكم الصوره طب قدامكم الصوره ثابته لسه؟ اه ثابته. ثابته على ايه؟ ماشي ظاهر ده. بص للراس القطاع سيكشن اي اي، ها هو عامل لك ايه؟ قايل لك ان القطر متزود عليه مسافه خلوص عشان بس البدلات ما تحكش في الجدار يعني هندسه. تمام قوي تمام تمام يا رجاله. طيب كمل معايا الحل، كمل معايا الحل. ها بعد كده هو طلب مننا نجيب التوتال باور. التوتال باور تجيب القانون الصغير ولا القانون الكبير؟ انت بص كأن انا بسمع المساله معاك فعلا، يعني يعني كانكم المساله فعلا لو فهمتها هتجري فيها وتمشي وتاكنك بتسمعها. الباور تجيب القانون القصير ولا الطويل؟ الصغير. القانون اللي هو بتاع الميول في ده والفي داش والجي تربيع. الفي داش انا بكام؟ ها الفي داش بكام؟ هو كان مدهنا في المساله على البارت بالظبط، حجم الخزان كله على عدد اجزاء الجهات او عدد الجهات. انا عندي في المساله دي في كام جي؟ جي واحد وجي اتنين. طب ولو الجهات الاثنين كانوا 30 مثلا يا هندسه، كان هيبقى البارت واحد؟ يعني ايه الاثنين كانوا 30؟ الاثنين مثلا على نفس المساله ديت على نفس الاكس، فرض ان السرعتين واحد الجي ام. عمره ما يعمل كده. امال هيحصل ايه برضه يا هندسه؟ يا هندسه مش احنا متفقين ان مسائل الاستو ميكسنج كلها نوعين؟ ها تاني، مش احنا قلنا مسائل الاستو ميكسنج كلها نوعين وعملنا سهمين يمين وشمال؟ قلنا ايه؟ يا اما الزد ثابته يا اما الزد متغيره وتبقى الفي هي اللي ثابته، صح؟ في الحالتين الاثنين لازم تبقى جي واحد اكبر من جي اتنين وبي واحد اكبر من بي اتنين بس، فعمر ما يديك الاثنين بنفس القيمه ازاي؟ ما تبقاش دي مساله، تبقى يبقى هزار. تمام. ما ينفعش يبقى الاثنين بقيمه واحده. واضحه ولا بتقول تمام وما انتش فاهمها او مش مقتنع بيها؟ واضحه يا هندسه. لا يعني مقتنع تمام؟ مقتنع اه، بس هي الفكره ان هو يعني ايه الغلط ان هو لو عمل الاثنين على نفس السرعات واحده طب هيحصل ازاي تيبر ديفلكيوليشن؟ مش احنا قلنا ان لازم يحصل حاجه اسمها تقليب نضف بشكل تدريجي في السكشن اللي قبل الميد ترم؟ تيبر ديفلكيوليشن عشان النضف اللي تتكون عندي تبقى تقيله وذات كثافه عاليه، انت فاهم؟ فمش هينفع يخلي الاثنين بيدوروا بنفس السرعه، فبيعمل تدرج بحيث ان بيخلي الجهات متدرجه من المدخل للمخرج. تمام يا مهندس. ما هو احنا عملنا التدرج عشان مثلا التدرج السرعه العاليه بتهدي وبتعمل تقليب والبطيئه بتعمل حاجه تانية عكسها، فالفكره كلها ان احنا عملنا كده درجنا، انما لو ثبتنا هل ايه المشكله لو ثبت هحصل على حاجه؟ مش ميزة. هيحصل إيه؟ مش هيحصل نضف كويس عندك، ما انت لو ثبتت مش هيحصل اي تدرج. اولا بص اقول لك على حاجه، بص انت عارف لو جي 1 بتساوي جي 2 يبقى بي 1 بتساوي بي 2 ويبقى الزد ملهاش قيمه ان تتغير، لو غيرتها مش هتفرق يعني حتى رياضيا المساله مش هتمشي. مهندس هو تقريبا مختلط عليه الامر ان السرعه والجي حاجه واحده. اه لا لا صح، الله يفتح عليك يا باشمهندس تسلم يا باشمهندس. هو انت قصدك بالسرعه دي الجي ولا الفي؟ لا انا اقصد الجي مش الفي. يعني هندسه الجي لازم تبقى متدرجه ليه؟ بص هندسه انت بتعمل في الخزان ده حاجه اسمها ايه؟ تقليب ايه؟ بطيء. والميه جايه منين؟ سريع. من تقليب سريع. انت عايز تستلم الميه بالسرعات الكبيره اللي متقلبه بيها وتعملها تقليب بطيء، ده مش هينفع يتم بشكل مباشر. مش هينفع اقوم مطلعك من ميه ساقعه وانت واخد دش ومدخلك على ميه بتغلي، لا لازم يحصل تدرج. وصلتنا هندسه. تمام وصلتنا. ها واضحه ولا لسه برضو فيها مشكله هندسه؟ واضحه هندسه اهو. فبص اتاكد عمره ما يديك القيمه مش معلومه، او انا اسف القيمه ثابته، قيمه الجي ثابته. تمام يا هندسه. طيب طيب كلام جميل. يبقى هنا يا شباب استخدمنا القانون القصير او الصغير بتاع البي، جبت بي 1 وبي 2. ليه جبت بي 1 وبي 2؟ لان ما عنديش غير جي 1 وجي 2 تمام كده. وقسمت الفي عشان اجيب الفي داش، قسمت الحجم بتاع الخزان الواحد على مين؟ على 2 اللي هو 315. قسمت ال 317 على 2. الناس فاهمه ولا لا؟ يا شباب
تمام يا هندسه. طيب يا شباب، جبت بي واحد وبي اتنين، طلب مننا هنا بدال كونفجريشن. البدال كونفجريشن هنا ثابته ولا الاريا بدال يعني هتبقى ثابته ولا بتتغير؟ لا بتتغير يا باشمهندس، لان هو قال لي ان الفي ثابته، فبعد ان الفي ثابته تبقى الاوميجا ثابته، تبقى السرعه النسبيه ثابته. يبقى انا هحسب اريا بدال واحد واريا بدال اتنين، تحسبها من القانون مين؟ من القانون الطويل بتاع الباور، صح ولا لا؟ تمام. تحسبها من القانون الطويل بتاع الباور اللي هو بيقول ايه؟ اللي بيقول ال داش انا اسف نص في سي دي رو بي روتر في اريا بدال في الفي بي، الباور قيمتها معلومه، وهتلاقي كل الطرف الثاني قيمته معلومه عدا الاريا بدال واحد، لان الفي بي بكام يا باشمهندس؟ الفي ب 75 من 100، لان الفي السرعه الحقيقيه بكام؟ بواحد متر على الثانيه. الناس فاهمه ولا مش فاهمه؟ هي الناس ما تردش عليا يا شباب. ايوه تمام يا هندسه. ماشي ايوه، الناس تفتح المايكات يا باشمهندسين وترد عليا. عد الخطوه دي يا باشمهندسين، حد مش معايا؟ حد نايم؟ حد مش فاهم حاجه؟ لا لا تمام يا هندسه معاك. مش المفروض ال 75 دي تبقى تلتين يا هندسه؟ المفروض ايه؟ تبقى تلتين، مش هي اليوترو ثلاث ارباع مش تلتين يا هندسه. ثلاث ارباع يا هندسه. ثلاث ارباع مش تلتين؟ ايوه. جبت التلتين دي منين بقى؟ اصل كنت مسجلها يعني لان كتبتها غلط. لا. بس لا لا تمام ماشي. عايش يا شباب. طيب كده استخدمت القانون بتاع اريا بدال واحد، او بقى انا اسف في الباور واحد، جبت منه اريا بدال واحد. طب قانون الاريا بدال واحد ده اعوض واجيب منه مين؟ زد واحد، صح ولا لا؟ ما هي ما الاريا بدال هتساوي ال ال داش في الزد في ال ان في ال ان داش، ها صح ولا لا؟ تمام يا هندسه. طيب لما يبقى عندي الاريا بدال بيساوي ال ال داش، ال ال داش بكام؟ بواحد وربع. الزد مش عارفها، ال ان داش بكام؟ باربعه. وال ان بكام؟ بواحد. واحد. برافو يا هندسه. تمام، جبت اريا بدال واحد جبت منها زد واحد، جبت اريا بدال اثنين جبت منها الزد اثنين. الروتيشنال سبيد تتحسب هنا عندي كام مره؟ مره واحده بس. مره واحده بالظبط. ليه؟ ليه هندسه مره واحده؟ ثابت. تمام تمام يا رجال. طيب انا هنا بقى باقي لي فكرتين عايز اقولهم معاكم المره الجايه، هقولها كافكار حتى مش كارقام، هقولها كافكار، خلينا نقولهم المره الجايه. عايزين بس يا شباب نحدد ميعاد سيكشن اضافي الاسبوع ده، ناخد الخميس. اي وقت بالليل يا هندسه مش هتفرق. ما انا بقعد والله مع ما بص يا هندسه، بص يا شباب انا بقعد مع احمد منتصر ومحمد، وبالمناسبه الناس دي مشكوره بصراحه لان الناس دي بتتعب معايا والله، وبيقعدوا يرجعوا لكم. هو ليه بس انا عايز اسال سؤال، هو ليه 37 واحد اللي حاضر بس؟ فين بقيه السكشن يا شباب؟